بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده ايس كريم المانجا. زي ما احنا شايفين كده ايس كريم رائع جدا مع قطع المانجا الطبيعيه، وكمان هنعمله كميه كبيره باقل تكلفه، بدون حليب مكثف، بدون جيلاتين، بدون نشا، بدون حليب. هنعمل ايس كريم في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين كده، طعمه رائع جدا وجميل جدا. وبما اننا في فصل الصيف الكل بيحب الايس كريم، وكمان ايس كريم المانجا لان موسم المانجا بيبقى موجود في فصل الصيف، فطبعا ما ينفعش يعدي علينا موسم المانجا من غير ما ناكل ايس كريم مانجا في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين كده. نبتدي نقدمه مع صوص شوكولاته، مع سوداني مجروش او مع مكسرات مجروشه، بتبقى طعمها جميل جدا. وكمان تقدري تقدميه في بولات، تقدري تقدميه في بسكوتات، بيبقى طعمه رائع جدا. حاجه بيتي عاملاها مضمونة، عارفة اتعملت ازاي. وكمان هنعمل كمية كبيرة، يعني كمية عائلية تكفي عدد افراد اسرة كبيرة، هنعملها مع بعض بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. ايس كريم في منتهى الجمال هنعمله بطريقة سهلة جدا، الاطفال بتحبه جدا والكبار. انا عندي ابني بيدوه الايس كريم وعجبه جدا، هنعمله مع بعض بكل سهولة. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة معايا، بسم الله على بركة الله، مكونات معايا. هنا عندي قطعتين متوسطين من المانجا، بجيب المانجا بغسلها كويس جدا وبشيلها في التلاجة لحد ما تتجمد، وبعد كده بخرجها بقشرها، وبعد كده بخلي المانجا كده زي ما احنا شايفين. وهنا عندي ظرف او باكو من ايس كريم المانجا، بشتري من السوبر ماركت، بيبقى في علبة مستطيلة من الورق. وهنا عندي كوباية الى معلقتين كريم شانتيه غير محلى، بنشتري من خامة الحلواني او من عند العطار. وعندي كوبايتين مية ساقعة جدا وتلات معالق من السكر. دي مكونات الايس كريم معانا، سهلة جدا وبسيطة هي زي ما احنا شايفين. طبعا تقدري تستبدلي المية اللي هنضيفها، كمية المية اللي هنضيفها للايس كريم بحليب، وتقدري تضيفي نص الكمية حليب نص الكمية مية زي ما تحبي طبعا، او المتوفر عندك تضيفيه. وبالمية بتبقى في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين، وخفيفة جدا، هنعملها مع بعض بكل سهولة. بضيف عندي المانجا والظرف او الباكو من الايس كريم المانجا، بيديني طبعا طعم جميل جدا للايس كريم، ايس كريم المانجا الجاهز. وهنا عندي الكوباية الا معلقتين من كريم شانتيه هنزل بيها، وتلات معالق كبار من السكر، وكوبايتين من المية. وطبعا هحتاج كوباية من المية كمان هنضيفها لما نيجي نضرب الايس كريم بالمضرب، ونضرب المكونات كلها مع بعض دقيقتين كده لحد عندنا ما كلها تتجانس مع بعضها وتضرب كويس وتتخلط كويس جدا. بعد كده المرحلة التانية هنشوف هنعمل ايه. طبعا ممكن حد يسألني ينفع اعمل ايس كريم في الخلاط بس في المرحلة دي؟ طبعا هقولك برضو ان هو المضرب بيديني فوليوم مقاوم عالي جدا للايس كريم، فطبعا المضرب هيديكي نص الكمية لكن نص الحجم، لكن الحجم التاني هيديهولك المضرب. يعني زي ما احنا شايفين كده، هنا بعد ما ضربت الكمية هحطها في البولة وهضربها كويس جدا، الكمية دي هتملى البولة، لكن بالخلاط بس هتبقى نص الكمية. طبعا فالمضرب بيديني نتيجة افضل للايس كريم زي ما احنا شايفين كده. ببتدي عندي اضرب الايس كريم، هنلاقي بعد ما الكمية كانت نص البولة هتبقى عندي ملي البولة بالمضرب، بالخلاط كانت نص البولة لكن بالمضرب هتبقى تملى البولة كلها. ده الفرق، المضرب بيعمل لي فوليوم مقاوم كده للايس كريم فبيخلي نتيجته افضل. كمان نبتدي عندنا نضيف حبة حبة من كوباية المية اللي انا هضيفها التالتة، دي تالت كوباية من المية المتلجة، ضفنا كوبايتين واحنا بنضربهم في الخلاط، ودي الكوباية التالتة معانا. نبتدي نضيفها حبة حبة لحد عندنا ما الايس كريم يتضرب كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، حوالي 5 دقايق على السرعة العالية بيبقى الايس كريم معانا كده جاهز زي ما احنا شايفين كده. لونه ابتدى يفتح وفي نفس الوقت طعمه وشكله رائع جدا. هنا عندي الايس كريم بعد ما خد 5 دقايق كده ضربته بالمضرب، ابتديت بقى اقدمه. هنا عندي المانجا، مانجايه كمان مقطعه قطع، هجيب عندي البولات او قوالب عندنا كده زي ما احنا شايفين، اللي هي الازاز او البلاستيك الصحي، نبتدي نحفظ فيها الايس كريم في الفريزر.
ننزل عندي بالآيس كريم زي ما احنا شايفين كده، ده قوامه، وهبتدي انزل عليه بنص قطع المانجا اللي موجودة معايا. طبعا قطع المانجا دي لما بتيجي تتقدم الآيس كريم بتبقى فيه قطع كده طبيعية جميلة جدا وطعمها رائع، وبتدي برضو طعم جميل جدا وشكل للآيس كريم جميل. هبتدي عندي انزل بنص قطعة المانجا كده زي ما احنا شايفين، دي مانجاية عندي خليتها وقطعتها قطع كده برضو وهي متجمدة. ونبتدي عندنا ننزل بالمانجا كده، طبعا بنحفظ الايس كريم في الفريزر مش اقل من 8 ساعات لحد ما يتجمد كويس جدا، ونبتدي نقدمه زي ما احنا حابين مع بسكوت فوبولات مع سوداني مجروش او مكسرات مجروشة زي ما تحب بتقدم الايس كريم زي ما احنا شايفين كده. دي اول علبة معايا، نبتدي ننزل بالكمية الباقية في العلبة التانية، وهنزل بكمية الباقي كمية المانجا كده. دي العلبة التانية معايا، وطبعا الكمية الباقية نشوف اي بولة عندنا نبتدي نحط فيها باقي الكمية، واهم حاجة عندنا ان احنا نغطي الكمية كويس جدا بالغطيان بتاعتها ونشيلها في الفريزر. طبعا وقت ما بتحبي بتخرجيها 3 دقايق كده او 4 دقايق، بتبتدي تقدميها زي ما تحبي في بولات او بالطريقه اللي بتحبيها. اللي عندنا الايس كريم كده بعد ما عبيناه كله، الكميه عندنا طالعه ما شاء الله عليها جميله جدا، وفي نفس الوقت برضو كميه كبيره. نبتدي عندها غطي العلب كويس جدا واحفظها في الفريزر زي ما قلت لكم مش اقل من 8 ساعات عشان الايس كريم يكون اتجمد معايا كويس جدا، ونبتدي نخرجها نقدمها. واللي بقى مننا في البولات برضو زي ما هي كده نبتدي ندخلها الفريزر تاني وقت ما بنحب نخرجها زي ما احنا شايفين كده. نبتدي عندنا نحط العلب دي في التلاجة 8 ساعات، انا هنا عندي عملتها من الساعة من بالليل للصبح يعني اكتر من 8 ساعات، هنا عندي بعد ما عدى عليها اكتر من 8 ساعات في الفريزر كده. نبتدي نجيبها ونقدمها زي ما احنا هنشوف مع بعض، ده شكلها شكلها رائع جدا وطعمها برضو في منتهى الجمال، لما تجربوها طبعا هتعرفوا طعم الايس كريم الجميل جدا، حاجة جميلة جدا عاملاها في البيت وعارفة اتعملت ازاي ومكوناتها ايه زي ما احنا شايفين كده وهي متجمدة على طول انا خدتها قدمتها. لكن هنشوف في باقي الاطباق لما بتقعد شوية برا التلاجة يعني لما بتقعد حوالي 4 دقايق كده بتبتدي تتقدم معاكي بكل سهولة، وهنلاحظ ده في الطبقين التانيين اللي هقدمهم معاكم. زي ما احنا شايفين كده شكل الايس كريم معايا مع قطع المانجا شكله رائع جدا وطعمه وريحته في منتهى الجمال. هنا عندي جبت مكعب من الشوكولاتة، هنا عندي شوكولاتة غامقة، الشوكولاتة دي بنجيبها من عند خامات الحلواني بتبقى بالكيلو، تجيب ربع كيلو تبن كيلو بيقعد معاكي فترة كبيرة في التلاجة، طبعا بتحتاجي تخرجي منه وتقدميه مع الحلويات او مع الايس كريم كده. باخد مكعب وبحطه في طبق وبنزل بحط حل على البوتاجاز تسخن فيها كوباية مية، وطبق بنزل فيها بالطبق كده بحيث ان الطبق عندي لامس المية لكن المية ما تدخلش عندنا في الشوكولاتة، واجيب معلقة من الزيت بضيفها على مكعب الشوكولاتة معانا بحيث ان هو يدوب على حمام مائي في الحلة كده. اهم حاجة عندنا ان الشوكولاتة نفسها والزيت اللي هم يدوبوا مع بعض تماما وما تطلهمش مية، ونبتدي عندنا يبقى عندنا صوص الشوكولاتة كده جاهز. وهنا عندي الطبق التاني زي ما قلت لكم بعد ما هتعدي حوالي 3 دقايق كده هتلاقوا عندنا الايس كريم بيتشال معانا كده بكل سهولة بالعلبة التانية اللي انا قلت لكم هنخلي الايس كريم كده قطع الشوكولاتة في نص العلبة زي ما احنا شايفين كده بتتقدم معايا بكل سهولة. وطبعا الطبق التالت برضو لما عد عليه برضو اكبر اكتر من 3 دقايق هتلاقيه برضو بيتعمل معانا بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. صوص الشوكولاتة اول ما بينزل على الايس كريم هو ساقع على طول صوص الشوكولاتة بيتجمد وبقى شكله في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين كده. هنلاحظ عندنا
ان هي حوالي كام ثانية كده هتلاقي صوص الشوكولاتة عندك اتجمد على الايس كريم. وهنا عندنا العلبة التالتة بعد ما عدى عليها زي ما قلت لكم اكتر من 4 دقايق، شايفين بتتقدم معايا بكل سهولة طبعا. فمن الافضل ان انتي اول ما تخرجيها من التلاجة سيبيها 4 دقايق كده، وبعد كده ابتدي تقدميها، تتقدم معاكي بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. طبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.